حقيقة معانا او انضم لينا بعد النجم الاول النجم الكبير كابتن سامي قمصان، انضم لينا نجمين كبيرين الحقيقه لهم دور كبير جدا جدا جدا. هم ما بيحبوش على فكره كلام المجعلص ده الكبير ده وبتاع ومش عارف ايه، بس لازم انا اعمل المقدمه هعمل ايه. فمعانا النجمين الكبيرين محمد شريف وكهربا. ازيك يا شريف؟ ازيك يا كابتن سلام؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. الف مبروك الاول. الله يبارك فيك يا حبيبي. كله تمام؟ كله زي الفل. شريف الصغير اخباره ايه؟ كويس الحمد لله. شفته اخيرا؟ اه امبارح بقى اول لما وصلت. والله؟ اه والله. عامل شبه مين؟ شبهك ولا شبه مامتك؟ لا شبهي والله. شبه انا كلنا الحمد لله. وكهربا قال لك ايه؟ كهربا ايه؟ ما شافوش كهربا. لا ما قالكش مبروك حتى؟ لا لا مفيش اي حاجه. ما هو باله ان شاء الله، عقباله لما يتجوز ان شاء الله بتاع ولا اي حاجه من الكلام ده. الحمد لله. عايز ايه؟ النقطه فين؟ عايز النقطه على طول معايا والله. كل ما اتكلم انا واقفش مع بعض على طول. ازيك يا كهربا؟ الحمد لله يا كابتن. شرف ومنور وسعداء بوجودك جدا. بدنا حاجه يا كابتن طبعا، ومبسوط ان حضرتك النهارده يعني. والف مبروك. الله يبارك في حضرتك يعني بطوله 10 سمسم يعني حاجه جميله جدا. ومعانا النهارده زي ما قلت ثلاثة من أصحاب الفرح الحقيقة، عشان كده النهاردة زي ما قلت لحضراتكم ابعتوا لنا بالمناسبة على هاشتاج ملوك أفريقيا مع الشاطر كل الأسئلة اللي حضراتكم عايزين تسألوها لشريف كهربا كابتن سامي، أي حاجة عايزين تسألوها وأنا هسأل كل الأسئلة مش هسيب حاجة. كل الأسئلة اللي هنسألها